بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن العالم انشغل مؤخرا بقضية الغواصة المفقودة تيتان. ايه اللي حصل في قضية الغواصة المفقودة تيتان؟ اللي حصل انه بعد ما المستكشفين والمليارديرات دول الامريكان والفرنسيين 5 مليارديرات اقدموا ان هم ياخدوا الغواصة دي عشان يتفرجوا على حطام سفينة تيتانيك. بعد ما عملوا كده فقدوا الاتصال بسفينة الدعم، وبعد كده خلاص فقدوا في البحر، في أعماق البحر. ثم أعلن خفر السواحل الأمريكي أنه عثر على حطام هذه الغواصة. إذن الغواصة المفقودة أصبحت في خبر كان، لم تعد مفقودة ولا تعلق. خلاص هي دلوقتي أصبح حطامها موجود، وبالتالي فكل الناس اللي فيها دول للأسف لقوا حتفهم، اللي هم بما فيهم بقى هاميش هاردينج اللي هو الملياردير الأمريكي، و الملياردير الباكستاني شهرزاد داود وابنه سليمان، ورجل فرنسي يبلغ من عمره 77 عام ومتخصص في حطام تايتانيك اسمه بيربولي، ومجموع يعني المجموعة دي كلها خلاص تم فقدانها. خلاص فقدت هذه المجموعة وأعلن عن وفاته. طيب كيف كانت هذه الوفاة؟ الوفاة كانت عن طريق انه حصل انفجار داخلي جوه هذه الغواص. الغواص دي عامل زي كبسولة جواها طبعا اكل وشرب وحاجات وبتاع. بعد فترة بقت تحت ضغط المياه، بعد فترة حصل انفجار داخلي، انفجار داخلي جوه، يعني هما ما حسوش اصلا بلحظة وفاته. الانفجار ده بيحصل في كسر من الثانية، لما الانفجار ده يحصل في كسر من ثانيه هو ما يحسش بحاجه، يعني هو ما ماتش جوعا او عطشا او ما ماتش من شده الخوف، لان هو موجود في مكان مظلم وضيق وبسبب قله النفس. لا، هو مات، هو وهذه المجموعه ماتوا جميعا بسبب الانفجار الداخلي اللي حصل جوه هذه الغواصه المفقوده. غواصه مفقوده اللي هي خلاص أصبحت خبر كان، أصبح حطامها موجود جنب حطام سفينة تيتانيك، بيؤكد إنه كل ما له علاقة بتيتانيك هو يعني في خبر كان. يعني إذا كانوا هم عملوا قبل كده مجموعة من الدراسات عليها وصوروها تصوير مقطعي وبالحواسيب وخلافه، فده تم باستعانة بآلات، لكن كل الناس اللي بتقرب من المنطقة دي بيختفوا. المجموعة 5 أشخاص المليارديرات اللي كانوا رايحين يتفرجوا على حطام سفينة تيتانيك اعتبروا طبعا دي مغامرة، وكانوا دافعين مبلغ كبير جدا، حوالي 250,000 للشخص الواحد، 250,000 دولار عشان خاطر يقوم بالرحلة دي اللي هي أدت في النهاية لوفاته. ولكن في احد المغامرين برضو والمستكشفين والناس الاغنياء اللي كانوا عايزين يروحوا، واحد اسمه كريس براون، قال ان هو كان هيطلع وغير في اخر لحظه انه حس ان اجراءات السلامه غير منطبقه، وانه في حاجه غلط، وان الموضوع مش متامن كويس. ده كل اللي نقدر نذكره في الوقت الحالي عن هذه القضيه. شكرا.